مرحبا أهلا أنا صاري مرشح شوي يسعد مساك سيدنا. ستكي. بالبداية بدي أعرفك بنفسي، أنا أروى السرحان، طالبة إعلام في جامعة اليرموك. ما شاء الله. صراحة كان حلم بالنسبة لي إني أقابل جلالتك، وما توقعت أبداً إنه هالحلم يتحقق بهاي السرعة، فأكيد بدي أشكرك على هاي الدعوة. شكراً لك. وأنا أسيل الرواجدة، طالبة في الجامعة الأردنية في كلية الحقوق. كتير سعيدة بهذا اللقاء وإني جزء منه، وأكيد بشكرك على هاي الدعوة. أنا لمى الحموري، طالبة إعلام في جامعة اليرموك. أنا مبسوطة كتير لأنه إحنا اليوم موجودين بهالقرب وهالقعدة الدافية الخفيفة اللطيفة. اسمح لنا اليوم نكون شوي فضوليين ونسألك أسئلة شوي شخصية. عادي. اسمح لنا نبلش بأول سؤال من عند أروى. أول إشي جلالتك، كيف كان رد فعلك لما خبرك الملك الحسين الله يرحمه بولاية العهد؟ طلبني الملك الحسين الله يرحمه على البيت، وخبرني شخصيا انه بده يعيني ولي عهد. مشاعري كانت مزيج من المفاجأة والشعور بالمسؤولية والحزن، غير شعوري كابن شعر انه راح يفقد الأب القائد والحامي. ما في أصعب من إحساس الابن انه راح يفقد أبوه، والحسين ما كان إنسان عادي. صح. في 2005 صارت تفجيرات عمان، وهي أول أزمة داخلية واجهتها الأردن. شو كان شعورك لما تلقيت هذا الخبر المؤسف؟ ما بنسى هذا اليوم، هذا اليوم محفور في وجداني. كانت مشاعري مزيج من الحزن والغضب، وإنه في تهديد كبير للوطن، ولازم نتكاتف ونكون مستعدين لمواجهة التهديد والتحديات الجديدة. بس إذا بدنا نتطلع على آخر 20 سنة ككل، شو هو أكثر موقف أزعجك وأغضبك؟ أغضبني جدا استشهاد البطل معاذ الكساسبة رحمة الله عليه، واللي زاد من غضبي إنه في بعض الناس استغلوا هذا الموضوع للمزايدة على موقف الأردن. هذول ما بيعرفوا الجهود الكبيرة اللي قمنا فيها لإنقاذ الشهيد، ما بيعرفوا إنه إحنا العسكر لا يمكن نتخلى عن زميلنا أو رفاقنا، وإنه إحنا العسكر في أصعب الظروف بنعرف كيف نحمي بعض وندافع عن بعض مهما كان الثمن. يمكن عشان تكتمل عنا الصورة عن أي موضوع لازم نسأل عنه ونسأل عن عكسه، فسألنا شو اللي بيزعل، اسمح لي أسأل شو اللي بيفرحك وبيعطيك الطاقة حتى تستمر بمهامك اليومية. الأردنيين يعني بالنهاية، وما في أجمل من هذا الشعور لما تكون بين الناس وتشوفهم على طبيعتهم وصدق مشاعرهم. والشباب بالذات هم مصدر طاقتي وعطائي، وما دام حماس الشباب موجود احنا كلنا بخير. وانا بدي اقولك لمرحلة عفوية خفيفة كانت في حياة كل انسان فينا، مرحلة الطفولة، قديش فيها شقاوة واحلام وامنيات كنا حابين عن جد نحققها. شو الاشي اللي كنت حاب تعمله وانت صغير وما قدرت انك تعمله؟ انا كنت احب الرياضة كثير لما كنت صغير، فكنت كابتن فريق المدرسة في العاب القوة والسباق 100 متر، وكنت في المركز الأول في المصارعة الرومانية في نيو إنجلند، يعني في 13 ولاية، وكنت بحب أمثل الأردن في الأولمبياد. لكن في آخر سنة صار معي حادث سيارة، أنا ما كنت السائق، وصار عندي إصابة في الظهر، عشان هيك آخر سنة كنت في المركز الثاني في المصارعة، والإصابة منعتني من الاستمرار في هذه الرياضة. الحمد لله على السلامة. ألف سلام عليك.
أنا كمان بدي أسألك، دايماً بتكون الخطابات بتحكي لنا أبناء وبنات الأردن، يعني لما تخاطب شباب وشابات هذا الوطن بتحكي أبنائي وبناتي. أنا بدي أروح لمشاعر الأبوة الحقيقية، شو شعورك أول ما شفت الأمير حسين؟ شعور جميل وصعب وصفه، ولكن لا شك إنها كانت نقطة تحول بالنسبة لي. ومن تلك اللحظة حسيت إنه مسؤوليتي كبرت وصرت مسؤول عن أسرة. ومن أجمل اللحظات كانت لما الوالد الله يرحمه حضن ابني حسين أول مرة. كان في علاقة مميزة بين ملك حسين وجده ملك عبد الله، وكانوا كتير قراب، وأنا كنت عارف إنه أبوي كان عنده نفس العلاقة بينه وبين حفيده. يعني مرات الوالد كان يجي على البيت بالمساء ويقول لي طيب ابنك موجود، بقول له مش موجود، بقول له طيب مع السلامة سيدي تفضل على البيت. لا قال أنا جاي بس أشوف حسين. يعني فأنا لسه شاعر بعيون ابني لما بنحكي عن جده. الله يخلي لك إياه إن شاء الله. السنة بتصادف 20 على توليكم سلطاتكم الدستورية، أول شيء منهنيكم. شكرا. واسمح لي أسأل، كيف عشت هاي السنوات؟ عشتم لحظة بلحظة. الناس بيفكروا إنه لما تكون ملك يعني كل إشي بدك إياه ممكن إنك تحصل عليه، ياريت هذا هو الواقع، ولكن الموضوع أصعب من هيك بكثير. المسؤوليات كبيرة وآثارها واضحة من الشيبات اللي كثروا. جلالتك، إحنا الأردنيين منحس بالأمان بوجود العائلة الهاشمية، إيش بيعني لك هذا الإشي؟ أكيد بيزيد عليه الشعور بالمسؤولية، ومش مسؤولية عادية لما تكون مسؤول عن بلد كامل وأبنائه وبناته ومستقبلهم أمانة في عنقك. احنا دائما بناخذ العائله الهاشميه القدوه والمثال الحسن في الولاء والانتماء، مشاعر الولاء والانتماء. شو بيعني لك الاردن؟ الاردن بالنسبه لي هو الوطن، انولدت وتربيت فيه، والاردنيين هم اخواني واخواتي وابنائي وبناتي، هم عائلتي الكبيره، والاردن هو اجمل مكان في العالم بنظري، واللي بسعى له دائما اني اشوف الاردنيين مرتاحين وحياتهم افضل. واكيد حابين نعرف وين اكثر مناطق بتحبها بالاردن وبتحب انك تزورها باستمرار. من خلال خدمتي في الجيش زرت كل منطقه في الاردن، من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، كل منطقة لها خصوصية. في عنا مناطق من أجمل المناطق بالعالم، لكن بعض الناس ما بيعرفوها. ومن أول الأشياء اللي كانت على جدول أعمالي لما استلمت المسؤولية الأولى كانت الترويج للأردن حتى العالم كله يشوف شو في عنا. وعشان هيك في عام 2002 شاركت بالبرنامج الوثائقي Discovery Channel، وكان أيامها غريب إنه رئيس دولة يطلع ببرنامج مثل هيك، بس أصريت إني شخصياً أشارك فيه. وقمنا بزيارة أهم المناطق السياحية مثل العقبة والبتراء ووادي رم والموجب. يمكن أحسن طريقة نتعرف فيها على إنسان نسأله شو بيعمل بوقت فراغه. ما بتخيل إنه عندكم كتير من رفاهية وقت الفراغ، بس مع هيك بنسمع إنه عندكم كتير هوايات بتحبوا تمارسوها. ياريت تحكي لي أكتر شو هي هواياتكم المفضلة ومتى بيصح لك تمارسها. عندي هوايات كثيرة، لكن ما عندي الوقت أمارسها في هذه الأيام. ركوب الدراجة، القفز بالمظلة، الغطس، ومن المهم عندي تطوير هذه الرياضة في العقبة، لأنه العقبة من أجمل المناطق في العالم. وبحكم مكانتك وبتشوف وبتسافر واجتماعات وزعماء ورؤساء، أكيد بتشوف شخصيات مختلفة. شو أكتر صفة بتزعجك بالإنسان وأكتر صفة بتحبها؟ أكتر صفة بحبها هي الصدق، إنك تكون صادق مهما كلفك الأمر،
ومش بس صادق مع الآخرين، كمان مع نفسك. سمعة الأردنيين في الخارج بترفع الرأس، وسمعة الأردن أكبر من حجمه، لأنه الأردنيين صادقين أينما كانوا. وبزعجني الكذب والنفاق، وبعتبرهم جبن، وهذه صفات ما بتحملها. بعض الناس وأكيد إحنا منهم ما بنتخيل أبداً إنه الملك إنسان عادي، يعني عايش زينا زيه. عمره حدا حكى لك هذا الإشي؟ هذه الأسئلة بسمعها كثير، وبالذات من الأطفال. بيفكروا إنه حياتي أنا كملك بتختلف عن حياة الناس. مرات الأطفال جميلة جداً، بيحكوا لك اللي بقلوبهم من غير فلترة. كثير بيسألوا أسئلة من هذا النوع، على سبيل المثال إيش بتاكل وإيش تشرب، وبضحك وبقول لهم مثلكم. وأكثر أكلة بحبها هي قلاية البندورة، والعسكر اللي خدموا معي في الدروع بيعرفوا إنه ما في أحسن من قلاية البندورة وإحنا قاعدين على الأرض بجنب الدبابة. يعني طبعاً من أنا كنت ملازم أحسن قلاية عند المدرعات الثانية على الأرض. وأنا بطبيعتي بحب البساطة. وأكيد حياتك اختلفت بعد ما صرت ملك. شو الأشياء اللي بتشتاق إنك تعملها بعد ما صرت في هذا المكان؟ وشو الأشياء اللي تغيرت فعلياً؟ كنت أروح وأجي زي ما بدي، كنت أشوف أصحابي أكثر، وهمومي ومسؤولياتي أقل، يعني همي كان على قدي. وهلا صار همي بلدي وشعبي، وزمان كنت أمارس حياتي الطبيعية مثل أي مواطن أو رب أسرة صغيرة. أنت من الجيل اللي عاصر الأردن من الستينات لليوم، أكيد الأردن بهاي الفترة الطويلة نسبياً تغير، بس من وجهة نظرك قديش بتشوف الأردن تغير، وشو فعلياً تغير بالأردن؟ التطور السريع اللي صار بالعالم، الحمد لله الأردن واكب هذا التطور في جميع المجالات. كمثال واحد، كان عندنا في الأردن في الستينات جامعة واحدة، والآن الحمد لله عندنا أكثر من 20 جامعة. ومن حق كل أردني وكل أردنية إنهم يفتخروا بالإنجازات العظيمة اللي أنجزوها في 50 سنة الماضية. رجعنا للماضي أكثر من مرة، اسمح لنا هالمرة نتطلع لقدام، طمنا على مستقبل الأردن، فكيف بتشوفوا مستقبل الأردن؟ الأردن بلد صغير بحجمه ولكن كبير بتأثيره. الأردن والحمد لله على الساحة الإقليمية والدولية يحظى باحترام كبير، وشريك أساسي في مختلف شؤون الإقليم. أيام الأردن مر بظروف صعبة، ودائما كان يطلع منها أقوى. واللي بيميز الأردن والأردنيين إنهم معدنهم الحقيقي يظهر في أصعب الظروف، وبتلاقي الكل متكاتفين مع بعض، وهذه ميزة الأردن والأردنيين. وبالنهاية سيدنا شكراً لك إنك أتحت لنا هاي الفرصة إنه نشوفك غير عن كل مرة شفناك فيها، ونجلس معك جلسة أب وأبنائه. وصراحة كنا بنتمنى لو هالجلسة الجميلة تكون أطول إن شاء الله المرة الجاية. شكراً إن شاء الله. شكراً بس أسئلة ما شاء الله أوكي.